وللمزيد من المتابعة حول مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات مجموعة العشرين، ينضم إلينا مباشرة من نيودلهي الزميل علاء رشوان، موفد التلفزيون المصري. علاء، هل لك أن تطلعنا على الجديد خاصة فيما يتعلق بالبيان الختامي لقمة مجموعة العشرين؟ نعم ريهام، بدأت بنود أو أبرز بنود البيان الختامي الرسمي لقمة مجموعة الدول العشرين في دورتها 18 بدأت في التكشف رويدا رويدا. أصبح لدينا الآن عدد أو جملة معتبرة من هذه البنود. ربما البند الأول في هذا البيان هو الترحيب بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو كامل العضوية إلى عضوية العشرين لتصبح الاسم أو يصبح الاسم الرسمي عضوية أو مجموعة الدول الواحد والعشرين يعني دولة G21. أيضا البند الثاني مباشرة يتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية، وهكذا سماها البيان دون التطرق إلى إدانة الجانب الروسي، واكتفى بنصا الزعماء والقادة والرؤساء المجتمعين يدينون أعمال العنف في أوكرانيا، ويرون أن الجانب الروسي يستغل هذه الأعمال لكسب أرض على الميدان دون توجيه إشارة واضحة أو انتقاد واضح للجانب الروسي، وهو بالمناسبة النصر الذي اعتبره الجانب الروسي نصرا له خلال هذه الفعاليات التي شهدت في هذه النقطة تحديدا تجاذبات سياسية وسجالات. استطاعت الهند ببراعة أن تقود الدفة وتحول الأمر إلى التركيز على الجانب الاقتصادي. عودة مرة أخرى لأبرز بنود البيان هو التأكيد على عزم الدول الأعضاء بمضاعفة إنتاجهم من الطاقة النظيفة والمتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، تسريع وتيرة العمل من أجل مكافحة التغيرات المناخية، تسريع أيضا العمل على مكافحة الكوارث الطبيعية البيئية على وجه الخصوص. وكان هناك إعلان عن مشروع ضخم كبير للغاية كما وصفه البيان، مشروع للربط البحري والربط عبر السكك الحديدية بين الهند مرورا بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب القارة الأوروبية نهاية بالولايات المتحدة الأمريكية، دون أن ينص أو يشير البيان عن تكلفة هذا المشروع الضخم، شركاء هذا المشروع الضخم أو السقف الزمني الذي سوف ينتهي فيه هذا المشروع، ولكن اكتفى بالإشارة بأنه مشروع للربط السككي والبحري ضخم للغاية يربط ما بين الشرق إلى الغرب. أيضا كانت هناك إشارة واضحة بأن مؤسسات التمويل المالية في دول المجموعة تحتاج إلى إعادة توجيه وإعادة تشكيل من جديد لتواكب التغيرات الاقتصادية الحادة التي اعترت الاقتصاد العالمي في ال3 سنوات الأخيرة اتصالا بعدد من الأزمات السياسية والاقتصادية. هذه هي أبرز بنود البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين. وبالمناسبة البيان في مجمله يعكس عدد كبير من المقاربات المصرية التي قدمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركة سيادته في الجلسة الافتتاحية في الجلسة الختامية اليوم لها أو خلال القمة الأوروبية. في هذه القمة المهمة مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا لمصر رئيس جمهورية مصر العربية، وكذلك أيضا صوت لإفريقيا وللدول النامية. أصداء هذه المشاركة المهمة من السيد الرئيس صحيح. وبشكل خاص أيضا في ضوء اللقاءات المهمة التي قام بها السيد الرئيس على هامش حضوره لهذه القمة. بداية لقاء السيد الرئيس والرئيس التركي استحوذ على تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية هنا في الهند أو العالمية التي غطت هذه الاجتماعات، واستحوذ أيضا على جانب كبير من النقاشات والأحاديث الجانبية بين عدد من الساسة والدبلوماسيين والسياسيين أعضاء الوفود المختلفة، كانت له أصداء إيجابية للغاية. أيضا مشاركة السيد الرئيس في الجلسات سواء الجلسة الافتتاحية أو الختامية أو القمة الأوروبية المصغرة وتأكيدات سيادته على عدد من المحاور الهامة التي جاءت في البيان الختامي، سواء فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وضرورة مكافحة التغيرات المناخية التي باتت تهدد معدلات النمو الاقتصادي، تأكيدات سيادته على استمرارية التمويل لاستمرارية واستدامة عمليات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وفي الجنوب بشكل عام، أيضا كانت قضية حاضرة في
البيان الختامي، تأكيد سيادته على الأمن الغذائي العالمي وحوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي واستعداد مصر لتكون مركز عالمي لتخزين وإعادة تصدير الحبوب، وهو ما جاء في البيان الختامي عندما دعا الرؤساء والزعماء كل من روسيا وأوكرانيا على إعادة تصدير الحبوب عبر الممرات البحرية في البحر الأسود. أيضا كانت هناك إشارة من السيد الرئيس على ضرورة إشراك واندماج الاقتصاد القاري الإفريقي إلى داخل منظومة الاقتصاد العالمي لتصحيح المسار من جديد وبناء شراكة قوية يستفيد فيها كلا الجانبان. ورد أيضا إشارة قوية إلى هذه النقطة تحديدا في البيان الختامي، وأيضا خلال فعاليات أخرى سواء اللقاءات الثنائية أو اللقاءات الجانبية التي أجراها السيد الرئيس مع عدد كبير من الرؤساء ورؤساء وقادة الوفود المشاركين في هذه الفعاليات، نشير في عجالة إلى عدد بارز منها: رئيس الوزراء الياباني، رئيس الاتحاد الإفريقي، الرئيس جزر القمر، الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الإفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، رئيسة المفوضية الأوروبية، رئيس المجلس الأوروبي، رئيس منظمة الصحة العالمية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، المستشار الألماني أولاف شولز، وغيرهم من هذه اللقاءات التي يعني خلفت وراءها أصداء إيجابية للغاية، عكست الثقل السياسي والدور الهام المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي، سواء فيما يتعلق بتعزيز شراكات ثنائية مع هذه الدول وهذه الأطراف، أو فيما يتعلق في اندماج الاقتصاد الإفريقي داخل الاقتصاد العالمي والتحدث باسم كما أشرت إريهام دول الجنوب والدول النامية ودول القارة السمراء على وجه الخصوص. أشكرك جزيل الشكر الزميل علاء رشوان موقع التلفزيون المصرية في نيودلهي. أشكرك شكرا جزيلا علاء على هذه التغطية الوافية، شكرا جزيلا لك.